بمباراة رمضان الأخ سرحان عبد القادر قاع هذا خصني نهزوه. هنا السؤال يقول كيف كانت تجربتك مع الباك؟ يعني التجربة نتاعي مع البكالوريا حقيقة ماشي نقول صعيبة، ولكن المومو اللي كنت نفوت فيها بكالوريا كان عندي يعني كما نقولوا حادث صرا في العائلة ما خلانيش نكمل الدراسة نتاعي. يعني بعد ما فوت الباك في حالة نفسية نقولوا شوية ماهيش مليحة، مباشرة توجهت للمعهد درت تخصص ديالي مسالك وشبكات مختلفة. انا امتحنت الباك زوج مرات، امتحنت اول مره يعني ما قدرتش نوصل بزاف ما نكذبش، ثاني مره كانت 9.94، هذا شويه اثر فيا يعني حتى اني لدرجه اني قلت صايي ما نزيدش نعاود شحال هي 4 أجزاء ولا خمس اجزاء ولا 6، يعني حسيت روحك وصلتي للبلاصه وما قدرتيش تمكني منها. قعدت كيما نقولوا واحد العام ولا، ومن بعد تبداي بشويه بالمطول تسمعي على واش كاين واش ممكن تقدري ديري، واش اصلا سبحان الله لو كان واحد عنده ولو نبض صغير زعما تاع الكفاح ولا راح يفتش راح ينبش راح يحوس يعرف واش كاين خيارات. الباك ما لحقتوش حاليا، وصلني السنه الاولى ثانوي كملت المراسله دوك هذا العام سميت ولم يحالف لي حظ فيها. كيفاش اخترت التخصص هذا يعني اللي قريته؟ الحقيقه هو التخصص ما كنتش حاب هذا التخصص، ولكن عندما يعني قصدت المعهد ولقيت هذا التخصصات من بينهم هذا هو التخصص يعني اللي كان قريب شويه الحاجه اللي كنت باغيها. اختيار التخصص هو بناء على اني مولع بالاخرى بالهندسه. التخصص انا كان عندي حاجه كبرت بها علم النفس من صغري، كنت نجي للمكاتب كانوا في المكاتب يحيروا كيفاش انا طفله صغيره كنت مازال 12 سنه 13 هكا نجي ونهز كتب تاع علم النفس. قريت كتب كبيره كيما علم النفس المدرسي كيما كتب ابراهيم الفقي تنميه المهارات اكتشاف الشخصيات، كان يحيروا كيفاش طفله صغيره كيما هذه تجي تدي كتب، كيما كانوا يقولوا لي هذه كتب راكي تقراهم انت ولا كي تديهم لاختك تقراهم زعما ولا واحد في الدار يقراهم. نقول لهم والد يعني كان عندي حب لهذا التخصص من صغري. كبرت وحاولت نوصل ليه بشهاده نجاح ولا كيما كتبت ربي حاولت نوصل ليه بطريقه اخرى وقدرت ندير بصمه ولو صغيره، يعني حسيت راسي اني درت حاجه مليحه وقدرت نعطي حقه وانا ندرس فيه. ما حوش نقول هذه ماشي جامعه رسميه ولا نظاميه، هذه جامعه عاديه وقدر ما تمدي قدر ما تلقاي. السؤال يقول واش كانت اصعب ماده درستها؟ حقيقه اصعب ماده واش نقول لك، رياضيات شويه تحتاج شويه تركيز، مع يعني شويه تركيز ولازمك تحل زعما نقولوا تمارين تمارس لازم باش تقدر تفهم الدروس، لانها رياضيات عباره عن سلسله فيها حلقات، اذا كانت تفقد مثلا الحلقه الاولى والثانيه والثالثه ما تقدرش تستمر فيها تجيك صعيبه بزاف. اصعب ماده تبان لي هي التقويم المدرسي. التقويم المدرسي كانت عباره عن تحليل يخص الطلبه النتائج نتاعهم، واش هي الاسباب اللي تؤدي بالسقوط، واش هي الاسباب اللي تؤدي بارتفاع النتائج، واش هي العوامل الداخليه والخارجيه الاجتماعيه. اصعب ماده درستها هي ماده المات الرياضيات، كما انها يعرف تخصص الطبوغرافيا بكثره الحسابات، وهي كما نقولوا فيها حسابات متشعبه من ناحيه انه من ناحيه الرفع والاسقاطات. كيفاش كان اول امتحان؟ اول امتحان الحمد لله جبت الامتحانات يعني تقريبا كلها جبت فيها المعدل، يعني تبقى على القدرات نتاعك انت ولازمك تكون عندك رغبه باه تدرس، يعني اذا ما درس بين ما رماكش رايح تجيب نتيجه مليحه. والامتحان تعتبره بواب اكتشاف، يعني قد ما تكوني تعرفي التخصص قد ما تكوني قريتي عليه في الكتب قد ما تكوني قريتي قدام الاستاذ قد ما عطاك تلقينات ودروس تحسي هو اول خطوه نتاع
التقييم ممكن انايا قد ما قريت كتب وقد ما ما كاينش كاين انسان اللي يقيمني ولا انسان اللي يبين لي وين راه واصل، يعني واش قدرت ندي واش قدرت نكتسب. بصح اول امتحان كان كيما نقولوا اول خطوه اني نبين يعني الفكر نتاعي شحال قدر تحدى هذيك الماده وشحال قدر يرفض شحال قدر يستوعب. الامتحان كان كيما نقولوا ما فاش مبهم، لان كيما نقولوا في بدايه الدراسه البروف تاع ما كانش عندنا هذا هو خلانا كيما نقولوا فاش كيما نقولوا ما فهمناش خلاص. المهم فاش السميستر الاول هكاك وصل. هل ندمت على دراستك لهذا التخصص؟ ابدا وابدا وابدا ما ندمش. نقول لك علاه، لانه هو بطبيعه الحال ماشي غير اضافه في الفكر، هو اضافه في الحياه اليوميه، هو تعاملك مع الطفل، هو تعاملك مع الاب، تعاملك مع الام، تعاملك مع المجتمع، تعاملك مع الفئات كيما نقولوا ماشي نقولوا عليه مصطلح مريض ولا حاجه، ممكن كاين واحد عنده حالات هي معروفه عندها اسامي في علم النفس اسامي الاخر، ممكن يكون عندك ولو ما كانش عندك الكم المعرفي الكبير انك تعاملي معاه، راح يكون عندك ولو جزء انك ولو تقدري ديري معاه حوار بسيط، يعني تحسيه انه ما راهش وحده في ديك، ممكن هو يكون في مجتمع كاع سالم راح يحس بالنبذ ولا راح يجبد، ولا انت راح تحسيه بانه كاين امكانيه تواصل، كاين امكانيه انك تفهميه واش كاين. الحقيقة هو الإنسان ما يندمش على شيء يقرا كاش تخصص ولا حاجة، ولكن الإنسان في هذه الحياة كيجي يقرا كاش تخصص ولا يلجأ لكاش يعني الحاجة هذه الأساسية، لازم يكون يحب المجال هذاك اللي يروح ليه يقراه، لأنه إذا ما يحبوش ما راحش يبدع فيه، ما راحش يجيب أفكار جديدة، يعني رايح كيشغل حاجة روتينية فقط. الحمد لله لا لم أندم حتى يومنا هذا، لم هي رغم انك بعد الفصل من الدراسه لم هذاك الوقت اللي كيما المده اللي جابوا لي فيها البيتا رايت فيها كيما نقول ما غاديش الحال، تم توجهت للتخصص هذا والحمد لله حاليا انا نخدم به. الكلمه اللي نوجهها اللي ما ربحوش البكالوريا ماهيش نهايه العالم، الواحد يكون عنده صح، يعني ما رايحاش نقول لهم ما رايحينش تحسوا بهذاك الوقت هذاك الحزن شويه، بصح ما تخلوش الحزن هو اللي يكبر، نتوما كبروا بشخصكم بطبيعتكم بالتحدي نتاعكم، كبروا بالعزيمه، كبروا اني لازم نوثق في روحي، لازم ندير، لازم الدنيا ما اقتصرتش على البكالوريا، كاين بزاف ناس ناجحين ما 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 نجحتهمش غير البكالوريا. من خلال تجربتي هي كان ماشي كيما نقول كل واحد لازم يوصل لهذاك يدير باك ولا اوكي، اللي دوكا تلقاه من الابتدائي خارج الاخر وشنو كيما نقول يخير مجال يساعده يعيش به، والحمد لله ماشي شرط انه هو كيما نقولوا ما داش الباك ما فيش امل في المستقبل الاول. كلهم يعني شهادة البكالوريا ماهيش نهاية الحياة، يعني أنك إذا ما درست ما وصلتش يعني الجامعة وما درست تخصص كنت ترغب فيه ماهيش نهاية الحياة، الحمد لله كاين ناس بزاف ناجحة بلا ما راحوش الجامعة كاين ناس راه ناجحة، يعني ماهيش كي ما تديش الباك نهاية الحياة تيأس تقول ما عنديش مستقبل ولا حاجة، الحمد لله ربي عطاك عقل تقدر كاين أفكار اللي قادرة توصلك بعيد، قادر واحد ما وصلش الجامعة قادر انت بافكار ديرها بمالك ممكن افكار بسيطه قادره تديك بعيد.